شهاب لاعب النادي الاهلي. ادي كوره وملعوبه من اللاعب يوسف اسلام ترجع في وسط الملعب للاهلي، استلام ومحاوله من اللاعب يوسف الجندي. بيعدي يا ولد يا يوسف، بيلعبها حلوه قوي لمحمد رضا. محمد بيعدي وبيلعب كره بينيه جميله للاعب اللي امام حضراتكم هنا بقى يوسف الجندي. يوسف يا ولد يا يوسف بيلعبها حلوه ناحيه الشمال. وادي هشام مصطفى، لازلنا بقى في انتظار النجم الكبير عمر سيد معوض، لاعب الهداف واللاعب المتميز جدا الحقيقه الصاعد بقوه الصاروخ. ان شاء الله نشوفه نجم كبير جدا زي والده كده بقى الكابتن سيد معوض اللي تالق كثيرا مع النادي الاهلي ومع المنتخب. ادي كره خطره جدا، وادي بقى حسام عادل. يلا يا حسام 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 حسام، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، ناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، ناس حريفه بتلعب وتجيب اجوان. حسام عادل بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم، ويسير على خطى بقى النجم الكبير كابتن حسام حسن. ادي بقى حسام عادل يعني يسجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء مشاهدينا لصالح النادي الاهلي. بدايه جيده في الدقيقه 6، في الدقيقه 6 يعني حسام عادل بيسجل، ورقم 6 ورقم 6 يعني ده 6 ده حكايه بالشكل اللي شفناه امام حضراتكم. انما لعيب مجتهد ولعيب كويس بالمناسبه، ما فيش مهاجم يقدر يسجل بنسبه 100%. ادي كره خطره للزمالك، كره خطره للزمالك، ويا ولد يا حارس المرمى للنادي الاهلي عمر عادل، وكره هوبا. ادي الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، وهدف التعادل في هذه اللحظات لنادي الزمالك. ادي الزمالك بيسجل، الزمالك بيسجل هدف التعادل في المباراه مشاهدينا الاعزاء، علشان يتعادل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا في كل مكان. انما عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي عمل يعني اللي عليه، عمل اللي عليه في المباراه وتصدى بشكل متميز جدا مشاهدينا الاعزاء. الزمالك سجل هدف التعادل في احداث هذا اللقاء، وواحد واحد واحد واحد. ادي الهدف وادي الكوره، شوف بقى هنا والكوره وهدف التعادل لنادي الزمالك في مباراه اليوم. المدير الفني كابتن سيد غريب لعب الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه ومحاوله في هذه اللقطه، كره حلوه قوي من اللاعب يوسف اسلام. شوف يوسف لما لعب في مركزه، جول 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 جول. الهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي. الهداف بقى، الهداف بقى حسام عادل. يا سلام عليك يا حسام عادل، ايه يا ابن الجمال والحلاوه اللي انت بتعملها في مباراه اليوم دي. حسام عادل بيسجل الهدف الثاني، وشوف يوسف اسلام لما لعب في المركز بتاعه بقى في وسط الملعب عمل اسيست رائع جدا لحسام عادل اللي سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وكوره حلوه، ادي بقى الكوره، ادي يوسف اسلام، شوف يوسف لعب الاسيست الحلوه قوي، وادي الاستلام الجميل لحسام عادل، لف ودوران وتصويبه تصويبه. وادي بقى حارس المرمى حاول عليها في اللقطه الماضيه احمد جمال، انما الكوره تمر وتتهادى داخل الشباك علشان يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي اللاعب حسام عادل.